جلس وجلس الناس، فتشهد أبو بكر وحمد لله وأثنى عليه، ثم قرأ آية من آيات سورة العمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم. وعندما تلا أبو بكر الصديق هذه الآية، سمعها عمر والمسلمون كأنهم لم يسمعوها من قبل، ثم تابع يقول: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وفي رواية أهل السنة: فإن عمر لما سمع كلام أبي بكر وأيقن حق اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، هوى على ركبتيه يبكي. وفي هذه النقطة قال عمر: يا ميتا، وقد أطلق الله إيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي. أخذ الصحابة الذين جمعهم يتعففون، فيرى كل منهم في الآخر قدرة أكبر على تولي مسؤولية الخلافة، فعادوا إلى أبي بكر وقالوا له طالبين مساعدته باختيار الخليفة: أرنا يا خليفة رسول الله رأيك. قال: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. وبعد فترة من التفكير استدعى أبو بكر الصحابي عبد الرحمن بن عوف وقال له: أخبرني عن عمر. فأجاب: إنه أفضل من رأيك إلا أن فيه غضة. فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رفيقا، ولا أفضي الأمر إليه نترك كثيرا مما هو عليه، وقد رمقته، فكنت إذا غضبت على رجل أراني الرضا عنه، وإذا لننت له أراني الشدة عليه. ثم دعا عثمان بن عفان وقال له كذلك: أخبرني عن عمر. فقال: سريرته خير من علانيته، وليس فينا مثله. فقال أبو بكر للاثنين: لا تذكر مما قلت لكما شيئا، ولو تركتهما عدوت عثمان، والخيرة له أن لا يلي من أموركم شيئا، ولو وددت أني كنت من أموركم خلو